الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بترشيد المصروفات العامة والاستمرار في جهود الإصلاح المالي. رئيس أركان القوات المسلحة يلتقي قائد الحرس الوطني القبرصي. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بقصر الاتحادية مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز، الذي يقوم حاليا بزيارة لمصر ضمن جولة زار خلالها تونس ويزور أيضا الأردن، وذلك لبحث سبل التعاون بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة وبحث عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية. اجتمع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والمتابعة الإدارية والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، وذلك بحضور نائبي وزير المالية للسياسات المالية وللخزانة العامة ونائب وزير التخطيط لشؤون التخطيط ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بترشيد المصروفات العامة والاستمرار في جهود الإصلاح المالي لتحسين القدرات المالية للدولة وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في جميع المجالات. كما وجه الرئيس السيسي بقيام الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي وتعظيم الصادرات. التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد قائد الحرس الوطني القبرصي الفريق الياس ليوناتاريس والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا، وعقد الجانبان لقاء تناول بحث عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك تبادل رؤى تجاه تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل زيادة أوجه التعاون العسكري والأمني في ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع القوات المسلحة المصرية والقبرصية. بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1440 هجرية. نجحت الأجهزة الأمنية في إعادة طفل مختطف إلى أهله سالما وضبط مرتكب الواقعة في أقل من 48 ساعة. المزيد في سياق التقرير التالي. هذه الفرحة الكبيرة لأهالي قرية المحمودية بالشرقية أمام مركز شرطة هيهيا هي بعودة طفل مختطف بعد أقل من 24 ساعة من بلاغ اختطافه. الكل يعبر عن فرحته بعد نجاح مديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في إعادته في هذا الوقت القياسي. أنا مش مصدقة أصلا، مش مصدقة أن ابني اتخطف ورجع في الفترة الصغيرة دي. بجد بنشكر الجهات جميعا، ويعني ربنا يبارك لهم ويخليهم لينا جميعا يا رب، والشرطة فعلا فعلا في خدمة الشعب. لم يقتصر الأمر على إعادة الطفل المختطف الذي يبلغ من العمر 7 سنوات لأحضان أهله، بل نجح فريق البحث المشكل لفك لغز القضية في ضبط الجناة، وهم 3، أحدهم جار لأهل الطفل وعلى علم بثرائه فخطفه لطلب فدية مستخدما سيارة عليها لوحات معدنية مسروقة لتنفيذ الواقعة. بتطوير مناقشة الجار سيء السمعة عرفنا منه مين اللي كان مشترك معاه بالاتفاق معاه ان هو يقوم بخطف الطفل، وعرفنا منه العربية اللي اجرها واللي ارتكب بها الواقعة، وعرفنا منه الشقة اللي اتفقوا فيها ان هم بعد ما يخلصوا ويطلعوا من المكان وهو يأمن خروجهم من المكان ويغير اتجاه الناس اللي كانت بتلاحقهم ان هم يتقابلوا في الشقة دي، وبالفعل اتقابلوا في الشقة دي. توقفت انا فضلت بسلوم على الولا وكلمتهم، نزلوا هم بالعربية شلوا الولا وخدوه ومشوا. خدت عربية وخدت الولا، هو شاورنا عليه وخدته انا وواحد صاحبي وديناه بنيوس. رحنا من الزازية على بنيوس، خدنا الشقة عند احمد، خدوا طلعوا وانا مشيت انا ومحمود.